اهلا وسهلا اخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غادي نهضر فيه اليوم على النهار الاول في الاستعداد الجهوي. كاين ناس اللي يلاه ناويه تبدا، واللي بدا انا كنقول ليه برافو عليك انك بديتي في هذا الوقت هذا، لان تقريبا 100 يوم راه مزيانه. ولكن اللي يلاه غادي يبدا او اللي بدا غشيه متهادي، بغيت نعطيه شي لعيبات اللي ضروريين، بعض الاستنتاجات اللي انا كنشوفها مع ناس بزاف باش ما يطيحش في واحد المشكل. مهم، بغيتو تعرفوني علاش كندوي، بقاو معايا وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الفيديوهات اللي كنحط، واللي توصلوه الفيديوهات ما ينساش يبارطاجيهم، راه كاين ناس اللي محتاجين هاد الشيء هذا. وهاد الفيديو هذا برعاية عرض الجهاوي، اللي انتريسي يدخل معنا العرض اللي درنا مرحبا به. اهلا ومرحبا بكم في العرض ديال الجهاوي النسخه 2024. الى عندك الجهاوي ديال السيزيام هذا العام، او عندك باك حر علمي في هذا العام، هذا العرض غيعاونك بزاف انك تاخذ المواد ديال الجهاوي باربعه: الاجتماعيات والعربيه والفرنسيه والتربيه الاسلاميه. فيه تحضير كامل للدروس كامله ديال المواد باربعه الجهاوي في العام كامل. وبالمناسبه هذا العرض هذا راه محدود، باش تلتحق معنا فيه تواصل مع هذا الرقم على الواتساب. دونك الاخوان، واحد القضيه بغيت ننبه ليها اليوم هي ان الناس اللي بداو كيبداو واحد البديه عنيفه شي شويه، حتى كيكرهوا ديك البديه. ولكن الجهاوي او الوطني محتاج منكم حاجه واحده، وغادي نزيد نلخص انا باش ما نطولش عليكم. محتاج منكم غير ريتم، يعني واحد الريتم طويل المدى، واحد الحاجه اللي كديرها كل نهار لمده ساعه او ساعتين او ثلاثه سوايع. anyway، اللي مهم هو الريتم باش كديرها، والريتم باش كديرها مستمر. ما تزيرش على راسك بزاف، يعني ماشي تجي في النهار كامل تبغي تفهم كل شيء، او نهار كامل تدخل حتى تعيا، لان هاد القضيه هادي غادي يعني ما غاديش تمشي معاك مزيان. وكاع اللي يعني حضرت ليهم انايا واللي كيديروها في الاخر تيهبط ليهم الريتم، وانت ما خاصكش تهبط الريتم في المراجعه او للقرايه او للخدمه او لاي حاجه كديرها. خاص غير تكون كدير حركه يوميا لمده طويله. فاللي نطلب منكم هو انكم تمشيو بواحد النفسيه مرتاحه، جهوي راه سهل، ماشي شي حاجه اللي غادي تخلع على ودها، راه امتحان سهل من الفرض، ساهل الجهوي. وسولوا الناس اللي دوزوه، انا راه كنعطيكم يعني من الناس اللي دوزوا، كنعطيكم كيفاش ان الناس كانوا كيتخيلوا هذا الامتحان هذا صعيب، في الاخر طلع ساهل. فيه شي تويشيات ضروريين لي تكنيك، المنهجيات، الدروس اللي خصك تفهمهم، اللي كيحتاجوا شي شويه يعني البحث. وإلا كنتي باغي تيبارني الوقت، كتشوف مثلا القناة راني كنحط فيها الكورس، هو كنحط فيه. دونك أهم حاجة في هادشي كامل هو أنك تشد الريتم، وباش تشد الريتم راه كتبدا غير شوية بشوية، ما تفرصيش على راسك، بدا غير بربع ساعة كاع، أو موراها شوية بشوية وأنت كطل. في البداية بعدا بغيتكم الإخوان طلوا غير على الترايلر، يعني على دوك بحال مثلا لابواطا ميغفاي، طليها على الترايلر ديالها، الانتيغون كذلك، الدغني جوردان كونداني، صورة يوسف، الدروس حتى هي تطلع عليها غير على داك السامري ديالها، يعني داك شتي تسمى ترايلر هذاك، باش يعطيك غير فكره في البدايه، باش عاد تزيد وانت غادي وكتطلع في الريت. هادشي اللي كنت باغي نقوله الاخوان في هذا الفيديو هذا. شكرا للناس اللي كيستمعوا لي واللي تعجبهم هذا المحتوى هذا، وانا راه نبقى معكم تل يعني انكم تمشيو اون فورم بواحد العقليه اللي مرتاحه وواحد النفسيه زوينه، وغادي تحط الورقه تبداو وانتم اون فورم. هذا ما كان الاخوان، انا عارف ان ماشي دابا كيكون الضغط حتى الاخر، فانا داكشي علاش كنحاول ايفيتي لكم هذا الضغط هذا قبل ما توصل يعني ديك الوقيته ديال شهر 5 شهر 4، عاد انت تبقى تقلب على كيفاش تفهم ولا كيفاش تخدم. هذا ما كان، شكرا لكم على الاستماع، باي باي.